بنية قوية ومقومات جعلت الكويت أن تتبوأ مكانة متقدمة بين الأمم في الأمن الغذائي بتضافر الجهود الحكومية، وإحدى هذه المقومات تنوع خطوط الإمداد واستيراد السلع والدور الرقابي لمؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للطيران المدني ووجود نظام الإنتاج المحلي. الانتاج المحلي مشكورين الاخوه في الهيئه العامه للزراعه يقومون بدور كبير جدا في المجال، ولدينا انتاج محلي من المواد الاساسيه. هذه ساهمت ان يكون عندي انتاج محلي يغطي من المواد الاساسيه. ايضا عندي الشركه الكويتيه للتموين، وهي التابعه لشركه مطاحن الدقيق الكويتيه، مطاحن الدقيق والمخبز الكويتيه. ننتقل بعدها، هي دائره اللي تكتمل، ليكون عندي منافذ بيع. عندنا الجمعيات التعاونيه، وهناك وهي لديها ايضا منافذ البيع، وهي تتصل مباشره بالجمهور. كان لنا جوله في احدى مخازن الشركه الكويتيه للتموين التي لها دور في تخزين وتوفير السلع الضروريه المدعومه التي توزع في منافذ البيع عبر البطاقة التموينية، علاوة على الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة الكويت للتأكد من صلاحية السلع وقبل تصديره للبلاد. أولاً هناك فحص يتم قبل تصديره إلى دولة الكويت في بلد المنشأ، فحص غذائي، فحص سلامة، وأيضاً هناك فحص آخر يتم في الميناء قبل دخوله إلى دولة الكويت، وهناك عينات تؤخذ كل فترة والأخرى من خلال تأخذ عينات من هذه المخازن اللي تشوفونها، تأخذ عينات عشوائية راندوملي في تواريخ متعددة متنوعة ولكنها محددة التاريخ أوقات، هذه كلها تضمن السلامة. وقبل التوزيع وقبل التسليم للشركات الناقلة إلى الجمعيات التعاونية هناك أيضا عينات تأخذ، وعند الجمعيات التعاونية يدخل دور الأخوة في هيئة الغذاء والتغذية أيضا لمراقبة سلامة الغذاء والمواد المخزنة في فروع التموين. ومن مقومات الأمن الغذائي في البلاد انخفاض أسعار السلع مقارنة مع بعض الدول المجاورة، وحصول الشركة الكويتية للتموين وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على شهادات الآيزو العالمية التي تضمن سلامة وجودة الأغذية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.